بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا وتقبل منا، اللهم أمين. بدأنا في الدرس الذي مضى في كلام قلت إن الذين جاءوا بعد عبد القاهر من العلماء لم ينقلوه ولم يجعلوه جزءا من علم البلاغة، لأنه كان ردودا على أقوال ضعيفة ومتهافتة، وهم اعتقدوا أنك إذا أحسنت فهم العلم استطعت أن ترفض هذه الأقوال الضعيفة المتهافتة. فلم يكن هذا الذي أقرأه الآن والذي سأقرأه بعد ذلك من علم البلاغة عند المتأخرين، وإنما هي مناقشات وأراها أهم من العلم، لأنها تدريب العقل المتعلم على التفكير والمناقشة. ومن الأشياء العجيبة جدا أن التدبر كان شائعا في كلام العلماء، وكل الذي أقرأه اليوم وما بعد اليوم هو تحقيق وتأكيد لوجوب تدبر قارئ العلم، وأن القراءة من غير تدبر عدم، وأن العلم لا يسكن في نفسك إلا إذا تدبرته ووعيته وعرفته معرفة دقيقة وواعية. ما من أخطاء تحدث إلا في غيبة التدبر. وجدت كلام كتب علمائنا مشحونة بالنصيحة والأمر بالتدبر، وأن التدبر والتفكير في مسائل في الذي تقرأه في أي علم من العلوم يجب أن يكون مصاحبا لك. وفي اللحظة التي لا يصاحبك فيها التدبر هي اللحظة التي لا تصاحبك فيها المعرفة. وجدت هذا كثيرا جدا في الكتب، ثم أدركت أن العلماء إنما أكثروا من ذكر التدبر لأن الله جل وتقدس حثنا على التدبر في كتابه العزيز وكرر ذلك، كرر الأمر بالتدبر، وقال لنا إن الذين لا يتدبرون كأن على قلوب أقفالها، كأن على أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أنا وقفت عند هذه الإضافة أم على قلوب أقفالها، مش الأقفال، كان يمكن أن يقولوا الذين يتدبرون القرآن على قلوبهم أقفال، إنما لماذا قال أقفاله؟ ليشير لنا إلى أن للقلوب أقفالا ليست هي الأقفال التي تعرفونها، وإنما هي أقفال غامضة، ومنها الغفلة، ومنها ترك التدبر. منها
وكأنك حين لا حين تقرأ أو تسمع من غير أن تتدبر كأنك وضعت قفل قلبك على قلبك، لأن لقلبك قفل، وأن التدبر هو الذي يزيل عن قلبك هذا الكفر. أنت وعين وعين كويس؟ أيوة أيوة. وأن هذا التدبر هو الذي هيأ الله به آدم وبنيه من بعده إلى عمارة الأرض، وأن التدبر مش مسألة فهم، مسألة علمية، دي مسألة وجود، وأن الخلافة في الأرض لا تصلح إلا بالتدبر، فعلى الزارع أن يتدبر، وعلى الصانع أن يتدبر، وعلى المعلم أن يتدبر، وعلى الطبيب أن يتدبر، وعلى السياسي أن يتدبر. فإذا لم يتدبروا صنعوا صناعة فاشلة، والصناعة الفاشلة تعني خراب الأرض، والصناعة التي هي نتيجة تدبر ووعي تعني عمارة الأرض. وكأنني انتهيت إلى أن الفرق بين التقدم والتخلف هو التدبر أو عدم التدبر. فالذين يتدبرون ويعقلون ما يفعلون ويحكمون ما يفعلون هم المتقدمون، والذين لا يتدبرون ويفعلون من غير تدبر هم المتخلفون. قل ذلك في الطب، تاريخ، في الأدب، في الفقه، في الزراعة، في السياسة، كل شيء من شؤون الحياة إذا لم يكن بتدبر. احنا الآن بنقول بدراسة سابقة، بنقول بإيه؟ بدراسة. هو التدبر، الدراسة السابقة هي أن هناك من المعرفة ما يكفي فيها التدبر، وهناك من المعرفة ما لا يكفي فيها إلا الدراسات السابقة. فدي مهم جدا، ولن تسمعوا مني أفضل من هذا، ولن تسمعوا من غيري أفضل من هذا. احذروا الغفلة، احذروا أن تقرأوا من غير تدبر، احذروا أن تعملوا من غير تدبر، احذروا أن تقولوا من غير تدبر، احذروا أن تفعلوا من غير تدبر. إن التزمتم بالتدبر وهو التفكير الواعي اليقظ، استقام أمركم على الوجه الصحيح وعلى الحياة الصحيحة. ولذلك وجدت أن الأمر بالتدبر كثير في القرآن، وذكر الغفلة والغافلين كثير في القرآن، وإن التدبر بديله إذا غاب هي الغفلة. طيب اقرأ لي كده بالفقرة اللي انت قرأتها بالدرس اللي فات يا إبراهيم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. والنظم انتوا فاهمين كلامي؟ نعم. في المساء كده، إذا أنت وعيت عن التدبر استغنيت عن درسي، لأنك بتدبرك ستنتهي إلى أفضل ما أقوله لك. واعلم أن أفضل عطاء تعطاه هو ما كان منك أنت بالتدبر، هو ما كان منك أنت بالتدبر، وأنه لا يسد أحد في تدبرك مسدك. لابد أن تكون أنت متدبرا، لا يسقيك العلم إلا أنت.
ولا ينوب عنك أحد في سقياك للعلم، فلا بد من هذا. ولن تكون عالما إذا أردت لك أن تكون عالما، ولن تكون عالما إذا كان لك أستاذ من أعلم علماء الأرض، إنما تكون عالما في حالة واحدة إذا أردت أنت أن تكون عالما، تكون نافعا في حالة واحدة إذا أردت أنت أن تكون نافعا. فالمهم هو هذا. ولذلك كان يعني أشياء في القرآن جليلة جدا جدا، بس الغفلة أضاعتها. سنلقى الله فرادى، وما دام فرادى يبقى كل واحد مسؤول عن عمله. لا تقل إنني لم أتعلم، إنما عليك أنت أن تبحث عن العلم. صحيح على أهل العلم أن يقربوا العلم لأجيالهم، وإذا كانت الأجيال لا تطلب العلم على أهل العلم أن يجعلوا العلم يطلب أجيالهم، ضعوه في طريق النشر، ضعوه في طريق النشر، فإن لم يطلبوه طلبهم. ضعوا العلم والمعرفة في طريق أجيالكم، لأن أجيالكم إذا لم تطلبوا العلم وقد وضعتموه لهم في الطريق طلبهم العلم. أو ده الواجب، ده الواجب، وإلا عشنا في التخلف الذي نحن فيه، وعشنا في الضعف الذي نحن فيه، وعشنا في العسر الذي نحن فيه، وعشنا في التفاهة التي نحن فيها. اكرهوا التفاهة، واكرهوا التخلف، واكرهوا العسر، واكرهوا كل ما يكرهه الإنسان حتى تحققوا كل ما يتمناه الإنسان. بدون هذا ملوش أي قيمة. يلا اقرأ يا واد إبراهيم. والنظم والترتيب في الكلام كما بينا عمل يعمله مؤلف الكلام في معاني الكلم لا في كان إبراهيم حافظ إبراهيم يقول عزت السلعة الزليلة عزت السلعة حتى صار مسح الحذاء غطبا جساما. واحنا يا سيدنا حافظ ما عندناش بنفكر في مسح الحذاء، بنفكر في اشياء اخرى، اصبحنا نفكر في رغيف الخبز وليس في مسح الحذاء، لانك يمكن ان تستغني عن مسح الحذاء ولكنك لا يمكن ان تستغني عن رغيف الخبز. انت فاهم كلامي؟ فلا بد من الوعي. طب ها اقرا يا ابراهيم. ايوه شوف شوف هي المسألة ايه فحوى الموضوع ده، ان الراوي الذي يروي لنا الشعر، الراوي الذي يروي لنا الشعر ونسمع منه كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب، وهذا كلام يظل حي في الأرض ما بقيت الأرض حية. كليني شوف لما تتدبره وتسمع النابغة الزبياني، مش أنت بتسمع النابغة الزبياني عليك أن تعيش اللحظة التي عاشها النابغة الزبياني وهو يقول كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب. كأنك أنت الذي عشت هذا، وكأنك أنت الذي تقول هذا، زي ما قال أبو محمد إقبال لمحمد إقبال ابنه اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل، كذلك انشد الشعر وكأنك أنت الذي صنعته وأنت الذي عشت تجربته.
فلما يقول كليني الهم من يا أميمة ناصبي، أنا أقول كليني الهم من قائل يقول كليني الهم، هو لم يحكي لنا شيئا، لم يحكي لنا ترتيب الكلمات، ولم يحكي لنا شيئا، وإنما حكى لنا فقط الأصوات والأجراس والأنغام، وما عدا ذلك من حسه فهو له، أما أنا فليس لي من إنشاده إلا ما تسمعه أذني. ولا يجوز أن يقال إن الذي أنشد الشعر رتب كلماته، وأنا بقول دي إيه، دي أقوال ضعيفة، بيناقش عبد القاهر أقوال ضعيفة، لأن هناك من ذهب إلى أن من أنشد الشعر فكأنه رتب الكلمات، لا، الذي الراوي الذي يروي الشعر ليس له إلا حكاية الحروف وأصواتها وأجراسها، والذين يرون أن الراوي حاكي أخطأوا، لأن الحاكي لابد له من صنعة فيما يحكيه، اللي بيحكي خاتم بيصنع خاتم على شكل الخاتم الذي صنعه، الحاكي لابد له من عمل فيما يحكيه، وراوي الشعر ليس له عمل فيما يرويه. الحاكي لا بد له من عمل، وراوي الشعر ليس له عمل فيما يرويه. إنما إيه الشبهة جات؟ يقول عبد القاهر الناس لا يعلمون الشعر إلا من خلال ألفاظه. أقرأ كليني لهم، شفت النبغة الزجاني، شفت العبارة شكلها إيه؟ يا ابويا لابد أن إذا ما كنتش بتجد لها مزاق كررها حتى تجد لها مزاق، لأن الله فطر في فطرتك حب البيان، ومعناه حب البيان إنك إذا كررت بتدبر وبوعي ستجد هذا المزاق. كليني الهم يا أميمة ناصبي، مهما كان أنا فهمي وأنني مش فهمت قول النابغة، خد بالك، يعني أنا مش المهم أنني فهمت قول النابغة كليني لهم يا أميمة ناصب، إنما المهم أنني عشت اللحظة التي كتب فيها النابغة كليني لهم يا أميمة ناصب. لن أكون قد وعيت الشعر لأنني فهمت مراد النابغة، وإنما أكون وعيت الشعر إذا عشت اللحظة التي أنطقت النابغة أنطقت بما نطق به. فده كلام، وده لازم أنت تربي تربيتك لنفسك هي أشق ما في حياتك، لأنها أجل ما في حياتك. أنا قلت إيه؟ تربيتك لنفسك هي أشق. إذا كنت مستني فلان يربيك وفلان يربيك فلن تكون شيئا. تربيتك لنفسك هي أشق ما في إيه؟ لأنها أننا إيه؟ أجل ما في حياتك. فهم لما عرفوا أنهم لا يعلمون الشعر إلا من خلال الألفاظ، وده حقيقة، أنا لا أعرف كليني لهم إلا لما أعرف كليني معناها إيه، ولهم وناصب ولا إلى آخره.
فالطريق الذي أفهم به الشعر هو الألفاظ، هذه واحد. ثانيا، وجدوا أهل العلم يجعلون المزية للمعاني وللألفاظ، فذكروا ما حسن معناه وما حسن لفظه. لا يفهمون الشعر إلا من خلال الألفاظ، وأهل العلم بالشعر يجعلون للألفاظ مزية كالمعاني، فصارت عندهم الألفاظ في الشعر كالمعاني، فصارت الألفاظ عندهم في الشعر كالمعاني، وجهلوا شيئا، إن نشأة الشعر عكس هذا، نشأة الكلام بلش الشعر. المتكلم حين ينشئ كلاما شعرا أو نصرا أو غير شعر وغير نصر بيبدأ في تحريك المعاني وتطويع المعاني، ولا شأن له بالألفاظ. المنشئ للكلام منشئ له من معانيه، ولا شأن له بألفاظه، والمتلقي للكلام متلق له من ألفاظه، فالمسألة مختلفة تماما. الأذن المتلقية تسمع الألفاظ، والعقل المنشئ يتعامل مع المعاني، فلم يفرقوا بين الحالين، فصارت عندهم الألفاظ هي الأشياء أساس، وكأن منشئ الشعر ومنشئ الكلام، ما هو ده الخطأ، ده الخطأ، كأن منشئ الشعر ومنشئ الكلام كان تعامله مع الألفاظ وليس مع المعاني، فدخلت عليهم الشبهة في هذا الباب، وتوهموا أن راوي الشعر مرتب لكلماته، أن راوي الشعر وعبد القاهر وقف عند هذا لينقضه. أنتم فاهمين كلامي؟ اقرأوا يا إبراهيم. والنظم والترتيب في الكلام كما لاحظ شيء، لاحظ أن أنا علي أبدأ في بيان المعرفة وعليك أنت أن تتمها، إنما إذا كنت معتقد إن أنا هأقدم لك المعرفة من أولها إلى آخرها فأنت مخطئ خطأ شديد جدا. أنا فقط بأبدأ معك، وإن كنت عازم وصادق في لابد أن تعلم نفسك ستكفيك هذه البداية. إذا كنت نايم وجاي عشان تبقى عالم فهذا قضية تانية، هذا وهم منك أنت. أنا وأنا بأتكلم عن ردود العلماء للأقوال الضعيفة تركتني مسألة كان لابد أن أبينها، وإن كنت قلتها قديما. أجد كثيرا في كلام علمائنا أنهم لا يردون على الضعفة والجهلة، ولا يضيعون وقتهم في الردود على الضعفة والجهلة، وإنما كانوا يقولون نرد على من له علم أخذ عنه. ثم أخطأ، نرد خطأه حتى لا يأخذ الناس عنه خطأه كما أخذوا علمه. ولهذا شاع أنه لا يرد على خطأ من لا صواب له. أنه إيه؟ أنه لا يرد على خطأ من لا صواب له. وده اقتنعنا به وقضينا به الأمر. ثم وجدت الكبار بيقفون عند رد خطأ من لا صواب له. ثم إيه؟ يقفون
فأنا قلت ده فريق آخر، ده هي وجهتان، يعني هما طريقان، طريق لا يرد على خطأ إلا من له صواب أخذ عنه، وطريق يرد على خطأ من لا صواب له. فالتدبر لابد، من غير التدبر حيبقوا الاثنين في راسي من غير ما أفهم لهم قيمة. رأيت الفريق الأول ضنين بمجهوده وبوقته على رد خطأ من لا قيمة له، واستريحت لهذا، لأن أصبح كلام سخيف من سخفاء. ربما تكون الأيام قد أخطأت ووضعتهم على الربوات. أسمعوا إيه؟ كلاما سخيفا من سخفاء، ربما كانت الأيام أخطأت على الربوات. فكنت لا ألتفت إليهم. إنما الفريق الثاني أحسست إن لي هدف أعلى من هدف الفريق الأول، لأنه كأنه حارس من حراس الحياة العقلية، وإذا دخلها خلل من أي جهة كان، ولو كانت ممن لا قيمة له ولا علم عنده، وقفوا لتنقيتها. فوجدت هذا الاتجاه أعظم في نفسي، لأن تنقية الحياة العقلية وتنقية الحياة العلمية وتنقية الحياة الفكرية من هلفتة الهلافيت وجدتها مهمة جدا جدا. لأن إيه؟ وحراسته، وإن صاحب القلم حارس يحرس الحياة العقلية، وده معنى إن مداد العلماء كدماء الشهداء. وكنت قرأت للمرحوم فتحي رضوان كلمة عن الأستاذ محمود شاكر، قال فيها إنه على ثغر من ثغور الأمة، واللي على الثغر ده مين؟ ده عسكري محارب، والعالم كذلك. فوقع في نفسي أن الأمة لها حارسان، حارس بسيفه يحرس ترابها، وحارس بقلمه يحرس عقلها. فتيقنت أن الأمة حارس وحارس فكان هذا لابد. فلنا الذي أنا فيه الآن الواقف لحراسة الحياة الفكرية لن يكون حارسا إلا إذا وعى كل ما يجري فيها. لا يكون إيه؟ أيوة. يعني يقول المخرفون في شمالها أو في جمال أو في أو أو في جنوبها أو وهو واعي، يا له أذن تسمع كل همسة تجري في الحياة العقلية في الأمة. أنا ما كنتش كده، أنا كنت أضع دماغي في 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 الشعر في البلاغة، ولا أشغل بما يجري في الأمة، لأن لو شغلت بما يجري في الأمة سأشغل عن المقصد الأساسي من عملي. عملي الأساسي هو أن أسهل طريق العلم لطلاب العلم، ولو شغلت بهلفتة الهلافيت مش هستطيع هذا. ولكنني رأيت أن كبار علمائنا كانوا يجمعون بين الأمرين، يحسنون في العلم كل الإحسان وكأنهم متفرغون له، ويعلمون كل ما يجري في الأمة وكأنهم حراس متفرغون لهذه الحراسة. ده المهم، ده رأس المسألة، إن تأليف الكلام وترتيب الكلمات في الكلام، تأليف الكلام وترتيب الكلمات في الكلام عمل
لو قلت لي عمل المتكلم هيبقى كلام غامض، انما اقول لي عمله حين يفكر في المعنى الذي في نفسه ويتخير له الالفاظ المناسبه له ويتخير من الالفاظ احوالها، فقد يكون التنكير اكثر ملائمه او التعريف او التقديم او الحذف الى اخره. يبقى ترتيب الكلمات هو عمل المؤلف، نعم، بس قول لي عمل ايه لما رتب الكلمات، لان دي القضيه الاساسيه. عمل ايه؟ عمل ايه؟ لو قلت عباره عبد القاهر توخي معاني النحو على وفق الاغراض، العباره علميه عاوز وعي، انما انا بدل عباره عبد القاهر ساقول معناها، سأقول حينما يجد المعنى في قلبه ويحاول أن يبين عنه فيتخير له اللفظ المناسب ويتخير من أحوال اللفظ الحالة المناسبة، فقد يتخير التعريف بدل التنكير أو التنكير بدل التعريف أو الذكر بعد الحال إلى آخره. دي نفسها ده عمل الناطق، الإنسان الناطق، نطق بشعر أو نطق بنثر أو نطق بما شاء أو نطق في بيعه وشرائه وهو يشتري ويبيع. الإنسان حين ينطق له عمل واحد، يجد معنى ويتخير له اللفظ المناسب له ويرتب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني في نفسه. ده بيشتري خضار، ده بيقول كتاب رسالة، ده بيقول شعر، التلاتة عملهم واحد، بس الفروق بتختلف، الدقة في المعنى القائم في الصد. كليني الهم ده معنى قام في النفس، وبيع الخضار ده معنى قام في النفس، بس يا بعد ما بين المعنيين. وبمقدار قيمة المعنى وبمقدار تجويد اللفظ تكون بلاغة الكلام وتكون مرتبة الكلام. النابغة في كل شعره اختار المعنى المناسب ورتب الترتيب المناسب، وامرؤ القيس اختار المعنى المناسب ورتب الترتيب المناسب، والأعشى اختار المعنى والترتيب المناسب، ولكن مع هذا ده من أعجب ما يمكن مع أن كل منهم تخير من الألفاظ ما يناسب معناه، ولا تستطيع أن تقول إن النابغة في هذا البيت مثلا لم يحسن اختيار المعنى اللفظ. مع توفر هذا تفاوتت مراتب الكلام وصار شعر فلان أعلى من شعر فلان، مع أن فلان وفلان وفق في اختيار اللفظ المناسب للمعنى. ودي من آيات الله في البيان، من آيات، مش بيقولوا البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ نعم، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال في ذلك الكتاب لا ريب فيه، هي مطابقة الكلام في مقتضى الحال في قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزل. لا تستطيع أن تقول إن قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي فيها شيء غير مطابق لمقتضى الحال، ولا تستطيع أن تقول إن ذلك الكتاب لا ريب فيه شيء. ومع هذا، وده الشيء الشيء المذهل،
وده الشيء المعجب وده الشيء الغريب، مع أن الكل طابق إلا أن ما بين الكلاء، إلا أننا إيه نجد كلاما أفضل من كلام، وهذا عجيب. وهذا إيه؟ ما هو إحنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما إيه أوتيتم من العلم إلا قليلا، أهو ده الخليل الذي نعلمه يا سيدي. مطابقة الكلام لمقتضى الحال في الشعر وفي الحديث وفي القرآن قائمة، فمن أين كان التفاوت؟ ومن أين كان الفرق الذي بين تفاهم كلامي؟ ومن العجيب أن الذي كان القرآن آية نبوته، من العجيب الذي كان القرآن آية نبوته، كان أفصح من نطق بالكلام من العرب وغير العرب. الله، إيه العلاقة؟ علامة نبوة القرآن بفصاحته وبلاغته، فلماذا كان هو خير من نطق باللسان العربي، اللسان العربي حتى قالوا وغير العربي؟ لا، قالوا كان أفصح الناس مش أفصح العرب. ما فاهم كلامي؟ أشياء كلها أشياء محتاجة إلى تدبر. ولذلك قلت في أول الدرس إن بدون تدبر كل شيء باطل، لأنه لما يكون أعلى الناس في البيان ثم يأتيه كلا لا يستطيع هو أن يأتي بمثله، يقبل دي الآية التي لا ينكرها إلا جاحد. يلا. عمل يعمله مؤلف الكلام في معاني الكلم لا في ألفاظها. ده مهمة جدا، ده حط تحت خط تحت معاني الكلم لا في ألفاظها، لأنك أنت ما بتفهمش الكلم إلا من ألفاظه، وأنا ما أنشأتش الكلم إلا من معاني ألفاظه. حط خط تحتها، أنت لم تفهم الكلمة إلا من ألفاظ، وأنا لم أنشئ الكلمة إلا من معاني ألفاظ. أيوه. مهم جدا. وده اللي أوقع كثير من الناس، خلطوا بين من ينشئ وبين من يسمع. يلا. وهو بما يصنع في سبيل من يأخذ الأصباغ المختلفة فيتوخى فيها ترتيبا يحدث عنه ضروب من النقش والوش. يعني هو إيه اللي بيرتب الألفاظ ده؟ ما بيرتبهاش كيفما اتفق، ما بيضمش الكلمة للكلمة إلا بفهم وبصيرة ومعرفة أن هذا هو مكانها. مثل المصور الذي يأخذ الأصباغ والألوان، ما بيضعش الصبغ واللون كيفما اتفق، وإنما يضع الصبغة في مكان واللون في مكان بناء على رؤية نفسية عنده، وبناء على صورة قائمة في نفسه، حتى تفيد الأصباغ والألوان ما يفيده الكلام، حتى إيه؟ تفيد الأصباغ والألوان، وكأنه لا يتحدث بلسان وإنما يتحدث بأصباغ وألوان. وكأنه وإنما يتحدث بأصباغ وألوان، وكأنك أمام اللوحة أمام قصيدة شعر، لا تنطق بلسان وإنما تنطقها الأعين. شفت وعي الناس، شفت وعي عبد القاهر الجرجاني، شفت الربط بين مين فينا فكر انه يربط بين البلاغه وبين موهبه الرسم وبين موهبه النقش
وبين موهبة الصياغة، لأنه ذكر ذلك في الصياغة أيضا. الصائغ بيعمل بيسوق بناء على رؤية وبناء على 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 فكرة وبناء على معنى أراد أن يبين عنه. فالصائغ مبين بغير لسان، والمصور مبين بغير لسان، والنحات مبين، والشاعر مبين بلسان. مين فيكم فكر في هو بيدرس البلاغة إنه يدرس معها وسائل الدلالات الأخرى؟ عائلة النقوش وال إلى آخره، عائلة الفنون. من فيكم فكر بأنه بدرس البلاغة يدرس معها عائلة الفنون وأنها واحدة من هذه الفنون؟ بس لها اختلافات كبيرة جدا، اختلافات كبيرة جدا، لأنها ألفاظ معبرة وهذه ألوان معبرة، ويا بعد ما بين هذا وذاك. تفهم كلامي؟ أنا كنت فكرت إن أنا أترك الموضوع ده ما أشرحوش، لأنه كلام لا يقوم إلا في عقل هلافيت الهلافيت، مش فيه هلافيت. يا ريت تبقى الهلافيت وحدها، إنما الهلافيت يا مولانا صنعت هلافيت، فكنا مع الهلافيت ومع هلافيت. تفهم كلامي؟ فما يقولش هذا إلا الذي ليس هلفوتا، وإنما هو هلفوت وابن هلفوت. أنت فاهم كلامي؟ فكرت ألا أدرس، إنما وجدت إن عبد القاهر بيعلمنا العقل، وقلت والله إن طلاب العلم في حاجة إلى أن يتعلموا العقل، وأن تعليمهم العقل أبر بهم من تعليمهم العلم، لأنهم بالعقل يعلمون وبدون العقل لا يعلمون. تفهم حاجة؟ أصل النوم حلو جدا، والخيبة جليلة وممتعة، وتعيش في الدنيا وكأنك لا تعيش في عسر وكأنك في يسر، تعيش في ضعف وكأنك في قوة، وتعيش في في, في وما دمت رضيت بالدناءة فأنت في نعيم، لأنك ستبقى محتضنا للدناءة حتى تدخل قبرك، غير قلق وغير متذمر وغير رافض. إنما ده مش حياة الإنسان. ما قالش إني جاعل في الأرض خليفة لملائكته الكرام، إلا وأن هذا الإنسان غير هذا الإنسان التافه الذي تحدثنا عنه، والذي يحتضن التفاهة ويقبل أن يعيش ذليلا إلى آخره. إني جاعل في الأرض خليفة. لابد أن تكون أنت هذا الذي قال الله لملائكته إني جاعل في الأرض، أنا ابن آدم وأنا آدم، أنا الذي جعلني الله في الأرض خليفة. لابد أن تعتقد هذا وأن تعيش هذا، وأن الله لم يجعل أباك خليفة، وإنما جعلك أنت وأباك من الخلفاء. فلابد أن تخلف الله في الأرض خلافة الصدق والحق. بهذا تكون إنسان، بهذا تتغير، بهذا لا تقبل أن تعيش متخلفا. يعني لو أن أمة لا إله إلا الله المؤمنة بأن القرآن كلام الله نظروا فقط لكلمة إني جاعل في الأرض خليفة لرفضوا أن يكونوا متخلفين، ولرفضوا أن يكونوا ضعفاء،
يلا كمل يا ابني. وإذا كان الأمر كذلك فإنا إن تعدينا بالحكاية الألفاظ إلى النظم والترتيب أدى ذلك إلى المحال. بس حط خطين تحت الكلمة دي واحفظها. إن إذا تعدينا الحكاية الألفاظ إلى النظم والترتيب بأحكي خفا نبكي الألفاظ والألفاظ. وإذا قلت إنني أحكي الإيه يعني النظم والترتيب الألفاظ إلى النظم والترتيب إذا قلت إن أنا بأحكي النظم والترتيب يبقى قلت محالا، لأنك أنت لم تفعل ذلك، لم ترتب ولم تنظم ولم تنشئ كلاما، إنما حكيت الألفاظ لا غير. يلا. وهو أن يكون المنشد شعر امرئ القيس قد عمل في المعاني وترتيبها واستخراج النتائج والفوائد مثل عمل امرئ القيس. وده مستحيل، ما عشان كده بقول لك إيه، بقول لك إن كلام لا يرد عليه. لو جبت واحد أمي لرفض منك أن تقول إن الذي يحكي قصيدة مثل الذي قالها، دي لا يقولها أحد. ولذلك يعني أنا توهمت توهمات، ومن الحق حقكم علي أن أقول لكم خطأي وصوابي. قام في ذهني شيء ولكني أنكرته. إيه هو؟ إن عبد القاهر يعيش في بيئة أعجمية لم تعرف العربية ولم تعرف الشعر، ويمكن لهذه البيئة الغريبة عن هذه العربية أن تظهر فيها هذه الخلافات. ويمكن إيه؟ لهذه البيئة وخصوصا أننا كنت قرأت للرافعي زمان أن الأمم الإسلامية عليها أن تتعلم العربية، لأن من لم يعرف العربية لا يحسن فهم دين الله. من لم يعرف العربية لا يحسن فهم دين الله، ودي مسلمة جدا. وضرب لنا مثل بحكاية واحد عربي فصيح زار طوائف مسلمة في الهند وحدثهم عن دين الله، فكان من بينهم رجل وقف حارسا لهذا الشيخ، ده كلام الرافعي، لأن من عقيدتهم أنهم لو أكلوا هذا العالم كل من نزل في بطنه منه لقمة لن يدخل النار. أنهم إيه؟ لو أكلوا هذا العالم. فالرجل خاف عليه وهمه بأكل الشيخ لينجو، فلابد من معرفة العربية حتى يستقيم ضمن المسلمين ويرجون الجنة ويؤمنون بالبعث ويخافون من النار، إنما لابد من الوعي. فأنا أبعدت هذا، أبعدت خاطر إن دي بيئة غير عربية ويمكن أن تظهر فيها هذه الخرافات. أبعدت ليه يا ولد؟ لأني لقيت عبد القاهر من هذه البيئة، عبد القاهر الذي يعلم علماء العربية العربية، عبد القاهر الذي يستدرك على شعرائنا وعلى كبارنا ما يستدرك، هو ابن هذه البيئة، ابن هذه البيئة. فالعبارة اللي أنا قلت لكم اكتبوها هي عبارة إيه؟ إن إن تعدينا بالحكاية الألفاظ إلى النظم والترتيب أدى ذلك إلى المحال. تعرف لو حفظت العبارة ديت يبقى انتهى الدرس بتاعي، لأن هي خلاصة هذا الذي قيل وهذا الذي سيقال. يلا. وهو أن يكون المنشد شعر امرئ القيس قد عمل في المعاني وترتيبها واستخراج النتائج والفوائد مثل عمل امرئ القيس، وأن يكون حاله إذا أنشد قوله
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي حال الصائغ ينظر إلى صورة قد عملها صائغ من ذهب شوف فضة. صائغ رأى صورة معمولة من ذهب أو فضة وراقته فصنع نسله، حتى إنك لا تفرق بين الأصل والصورة. لا، الشعر مش كده. عبد القادر يقول لا، الشعر ليس كذلك، لأن لما مرير القيس قال فقلت له لما تمط بصلبه، لابد أن ترجع إلى قول مرير القيس وأن تحاول أن مش أن تفهم بيت مرير القيس. فهمي لبيت مرير القيس جيد، ولكنه ليس هو كل المطلوب، إنما لابد أن أتلمس المعنى التي قام في نفس مرير القيس، وأحاول أن يقوم هذا المعنى في نفسي. ماذا وجد مرور قيس حتى قال في الليل تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي؟ أنت ظالم للشعر إذا اكتفيت بهذا المعنى الظاهر، إنما الشعر يتطلب منك أن تحاول أن تجد في نفسك الليل الذي حدث عنه مرور القيس، لأنه ليس كالليالي التي نعرفها، وإنما هو ليل تمطى بصلبه يعني بظهره وأردف أعجازا، انتهى كل نهاية يأتي بعدها نهاية وناء إلى آخره. وبعدين أعجبني مرور القيس لما رأى الليل فعل ذلك وأهانه وأرهاقه وأجهده، قال له إيه؟ ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي أمر ملك، أمر ملك وابن ملك، فهم كلامي؟ أمر ملك وابن ملك، ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك. رجع تاني قال له الصبح مش هيكون أفضل منك، لأن الذي أنا فيه يستوي فيه الليل والنهار. تفهم كلامي؟ بهذا تذوق وتذيق، بهذا إيه؟ تذوق وتذيق. إنما البعبعة ما هي اللي جابتنا ورا؟ هو إيه اللي خرب الدنيا يا خلق الله؟ البعبعة. وصارت البعبعة عندنا بعبعة تنزيل من شيطان الرجيم، صارت البعبعة عندنا تنزيل. يلا. حال الصائغ ينظر إلى صورة قد عملها صائغ من ذهب له أو فضة، فيجيء بمثلها من ذهبه وفضته، وذلك يخرج بمرتكب إن ارتكبه. وأهم شيء من القياسات الجليلة التي تريحني جدا هو أنني مثلا أريد أن أعرف مستوى هذا الشعب الفلاني في العلم والوعي، فإذا رأيت تروج فيه الأكاذيب والخرافات والنفاق والبعبعات أيقنت أنه يستحق ألعن من الذي هو فيه، ولا أجد في نفسي شفقة على قلب رمى نفسه في التفاهة واستكان مهما وجد من مشقة. ولا شفقة على قلب رمى نفسه في التفاهة، وهكذا وهكذا. فالمسألة كده، كل اللي قلته بعض معنى أفلا يتدبرون القرآن، وأن الله زرع في قلوبنا بقرآنه الذي لا يأتيه الباطل معنى التدبر، لنتدبر القرآن وغير القرآن، لنتدبر العلم
لنتدبر كل ما نقول وكل ما نفعل. وإذا تدبرنا كل ما نقول وكل ما نفعل انتقلنا من الظلمات إلى النور. وإذا تدبرنا كل ما نقول وما نفعل انتقلنا من الظلمات إلى النور. سائل كده وسع المعاني، وسع المعاني نزلت. ولذلك قال علماؤنا عبد القادر، سأقول بعد ذلك، إن الجملة الواحدة تحتمل معاني كثيرة، فحدث بما تحتمله من المعاني. أرادها المتكلم أو لم يردها المتكلم، حدث بما يحتمله الكلام من معاني، دخل في مراد القائل أو لم يدخل. وأنا حكيت لكم زمان إن أبا العلاء المعري الرائع اللي هو علم وحده وفكر وحده يحيي جيل، ذكر إن ابن القارح اللي هو الشخصية الخيالية بتاعت ابن أبا العلاء في رسالة القرفان كان يتجول في الجحيم، كان يتجول في الجحيم، فوجد امرأة القيس يرصف في أغلاله وقيوده، فوقف عند امرأة القيس وقال له إن الناس اختلفوا في قولك كذا، بعضهم قال أنت تريد كذا وبعضهم قال أنت تريد كذا، والكلامان لا يجتمعان، إن كنت أردت هذا فأبعد هذا وإن كنت أردت إلى آخره. فامرؤ القيس رغم أنه في الجحيم ويرصف في الأغلال ويسقى من 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 حميم آن، ويسقى وعى وعى الحديث عن الشعر، وقال له كلهم على صواب ما دام لفظي يحتمل كلهم على صواب. شفت كده يلا. وذلك يخرج بمرتكب إن ارتكبه إلى أن يكون الراوي مستحقا لأن يوصف بأنه استعار وشبه يجهر. شفت بقى ثم وصلت الهلفات بهم لدرجة إيه؟ ما دام الراوي قال الشعر كأنه قائل الشعر يبقى يجب أن نصف الراوي بأنه استعار وأنه شبه وأنه قدم وأنه أخر وأنه عرف وأنه نكر وأنه نفى وأنه أثبت وأنه قال الشعر إلى آخر. يلا. وأن يجعل كالشاعر في كل ما يكون به ناظما، فيقال إنه جعل هذا فاعلا وذاك مفعولا وهذا مبتدأ وذاك خبرا وجعل هذا حالا وذاك صفة. لاحظ بقت ان الحالات اللي بيقولها الولد ابراهيم دي هي العمليه التي قام بها عقل امرئ القيس وهو ينشئ الابيات. يبقى هو قدم لان المعنى يقتضي التقديم، واخر لان المعنى واستعار وشبه وهكذا. ولذلك أحسست أن عبد القاهر يشرح لنا الناطقية في الإنسان، لأن ده كله مع صانع الكلام، صانع الجيد وصانع الرديء، الكل يعمل هذا. صانعة الكلام هي هذا، منا من يجود ومنا من لا يجود، إنما الذي يوجد في الإنسان ولا يوجد في غيره هو النطق، وهذا هو النطق الذي يوجد في الإنسان ولا يوجد في غيره هو إيه ولا إيه وهذا هو النطق. يلا. وأن يقال نفى كذا وأثبت كذا وأبدل كذا من كذا وأضاف كذا إلى كذا وعلى هذا السبيل، ده كل ده في الترتيب كما يقال ذاك في الشعر. وإذا قيل ذلك لزم منه أن يقال فيه صدق وكذب كما قال في المحكي عنه. بس خلاص يلا خلاص بكفاية كده، وربنا يعينكم وينفع بكم.